وفي المجال التربوي قام أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار برفقة أمين الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة، قام بزيارة لمركز ابن سينا لتصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، وذلك لتشجيع المصححين على التركيز ومواصلة العمل. المزيد لدى سعيد أحمد حسن. عدة أيام مضت منذ انقضاء الامتحانات للشهادة الثانوية بشتى أقسامها وفروعها العلمية والأدبية، ومنذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة تواصل لجنة تصحيح ورصد درجات الممتحنين عملها بشكل منتظم. وتشجيعا منه لهؤلاء العاملين، الوزير أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار دكتور حسين مسار حسين، إلى جانبه أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة بريفالين بيونو، قاما بتسجيل زيارة لمركز ابن سينا لتصحيح أوراق الامتحانات في جو يسوده الهدوء والتركيز. أتينا من أجل تشجيع المعلمين الذين يعملون ليل نهار من أجل العمل الجاد والمستمر لتصحيح العلامات، لأن بعد أن انتهينا من الامتحانات الآن بدأ عملية التصحيح، ورأينا صراحة جهدا مضاعفا وعملا متواصلا، وأن المعلمين صراحة يقومون بدورا كبير. وطمأنة منه للممتحنين ودعما للمصححين، وجه أمين الدولة رسالته التالية: نهضة الوطن هو بالتعليم، وهذه هي صراحة الرسالة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو الذي يسعى إلى نهضة البلد بالعلم، ونحن جئنا من أجل تشجيع هؤلاء المعلمين، أنا برفقة أمينة الدولة في التربية، ورأينا المعلمين والمعلمات يقومون بدورا مضاعفا وجهدا كبيرا، وهذا يتطلب منا كمسؤولين أن نقف إلى جانبهم ونشجعهم ونرى الصعوبات والعقبات لتلافيها في المستقبل. ورقة تلو الأخرى وتصحيح بمصداقية وتأني، وإلى حين إصدار نتائج الامتحانات لا يسعنا إلا القول حظا موفقا للجميع.